طب تنصحنا بإيه؟ إحنا كمستخدمين نصحى الصبح نبص على فيسبوك فلان قال إيه، وبعدين أقوم باعت للمهندس مصطفى رسالة على الواتساب خلي بالك حصل بإيه مش عارف إيه، وبعدين يقول لي أنت شفت اللي كان على اليوتيوب. يعني إحنا طول الوقت عمالين بنشتغل بعض وبيشتغلونا وإحنا بنستاذ. تنصحنا بإيه؟ حاجتين. أولاً دايماً تتأكد من أي حاجة بتحطها على الإنترنت هتظل طول عمرها على النت، يعني once digital always digital. فأي كلمة بتقولها، أي كلمة بتكتبها، أي voice note بتبعتها ممكن أن أنت تخضع بعدين لمساءلة بسببها. فضروري نكون حريصين جداً وإحنا بنبعت صور ولا بنبعت رسائل إحنا بنبعت إيه، نكون حريصين جداً. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا اخش في التطبيقات واقفل الخصوصية. كل تطبيق بيديك امكانية، والموبايل ذات نفسه بيديك امكانية ان انت تخش تفعل الخصوصية باشكال مختلفة، الموقع ما تاخدش صوري، دونت ما تسمعش مكالماتي، كل الحاجات دي ضروري ان انا دايما ابقى حريص ان انا زي بالظبط لما بمشي في الشارع ما بعملش حادثة، ما بتتسرقش مني العربية، ما فيش حد بيجي يثبتني، بقى عندي خبرة وثقافة ان انا امشي امن. ضروري لما امشي في العالم الرقمي امشي امن برضه. اتصل واشترك في باقة الفا متوفرة منفردة او مع باقات اخرى من OSN.